وليدي. بالنسبه للحاله اللي عايشينها الايام هذو، القلائل سجلنا نوع من الاستقرار، يعني نقص الضغط، المرضى بيرتاحوا يخرجوا لديارهم سالمين غانمين. كما اليوم خرجوا 18 الناس ارتاحت، مرضى ارتاحوا، والدواء هذا اللي نطبقوا فيه البروتوكول نطبقوا فيه ويمد نتائج جيده. وبالنسبه للمرضى نطمئنوا، لازم يطمئنوا بلي ان شاء الله بشرة خير ان شاء الله. اما بالنسبه للمواطنين نطلب منهم كيما حنا قاعدين في المستشفى وخلينا عائلة تاعنا مدة شهور هكذا، هما يبقوا في ديارهم يعتزلوا في ديارهم باش نقصوا هالمرض هذا. المرض هذا قاعد كيما النار، يعني تنقصوا له الاكسجين تطفى، نخليو الاكسجين تبقى شاعله، نعطي نبسطوا الامر هذه على هذا. هو الكوفيد 19 كورونا هذا كي النار، الاكسجين كاين يشعل ما كاش يطفى، بيطفيوه باش نبقوا في ديارنا. هذه هي، انا لاحظنا بلي في البلاد بعض الناس كل تخرج ما على بالهم بوالو كيما كان والو، والمرضى موراهم يجيو قال كنت في السوق كنت في نقضي وسال عليا واحد وجاي خايف وخلعان تحبوا لاكيف تلقاه مريض كراف ايضا. علاش؟ باسكو كان فيها التهاون، لازم نجنبوا التهاون، هذه حقيقة. لازم نفهموا اون فوا بور توت بلي هذه حقيقة، لازم نتأقلموا مع الحقيقة هذه، نبقوا في ديارنا قد ما نبقوا مليح في ديارنا، قد ما الوقت نتاع الكونفينمون نتاع العزلة في الدار ينقص. بارك الله فيكم.